السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم ما نش باش نتكلموا على الإسلام وعلى المسلمين، ولكن باش نتكلموا على اللادينيين والمرتدين عن الإسلام. احنا نتسألوا ديما علاش حتى لتوا 1400 سنة وهذا الدين لم ينتهي، رغم اللي هو معروف بالإرهاب متاعه ضد كل إنسان يخالف الرأي. وهذا ما يخصش الغير مسلمين فقط، وإنما حتى المسلمين في بعضهم. أنا ديما نسأل هذا السؤال ونقول علاش؟ علاش أجدادنا ما حرناش من هذا الإسلام؟ علاش كل واحد يسكت؟ لو نرجع للتاريخ الإسلامي، يعني منذ 1400 سنة، نلقاو المرتدين كثير على الإسلام. لو نرجع غير للفترة اللي عايش فيها محمد، نلقاو مثلا أحد كتاب الوحي، فما اللي يقول اثنين، فما اللي يقول واحد، المهم أحد كتاب الوحي كان يكتب لمحمد في القرآن، وكان يذكر في الآية القرآنية اللي تقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من بعد محمد وصل للآية ثم أنشأناه خلقا آخر وسكت. هذا الكاتب الوحي اتعجب معناتها وعجبته اللحن بتاع الآية القرآنية، فقال تبارك الله أحسن الخالقين. يا أخي محمد ايش قال له؟ قال له راه هكذا نزلت علي. هذا الشخص شك في الإسلام وشك في الوحي، قال مادام أنا نعرف شنو باش يقول القرآن، علاش أنا ما نكونش زاد رسول؟ هذا الشخص معروف عبد الله بن أبي السرح، فارتد على الإسلام وهرب. من بعد محمد وقت جاب باش يفتح مكة، معناتها حط الاسم نتاعو على الأسماء معناتها الأولى لقتله ولو كان هو متعلق بأستار الكعبة. وهذا الشخص كان رضاع هو وعثمان بن عفان، مشى لعثمان بن عفان وقال له معناتها أجرني، معناتها أحميني. يا أخي عثمان مشى لمحمد قال له أحميه، معناتها ما تقتلوهش. يا أخي محمد سكت ما قال حتى كلمة. من بعد وقت مشى عثمان اتلفت محمد لأصحابه وقال لهم علاش ما قتلتوهوش؟ ما دام أنا سكت يعني أقطعوا راسه. يا أخي واحد من الصحابة قالوا علاش ما غمزتناش؟ يا أخي محمد رد عليه قالوا الرسل لا تغمز ولا تلمز، يعني ما تعطيش إشارات، إذاكم تفهموا وحدكم اللي إذاكم تقصوا راسه. المهم هذا الشخص معناتها قنعوا عثمان بن عفان باش يدخل في الإسلام باش يحمي روحه، وبالفعل دخل في الإسلام، ويقال على حسب السيرة أنه أحسن إسلام، حتى أن عثمان ولاه على مصر وقت ولا خليفة وأعطاه معناتها من الخيرات نتاع المسلمين اللي سرقوها. هذا مثلا أحد الأشخاص. ثم شخص آخر يقال أنه أيضا كتب الوحي، ولكن القصة ظاهرة مفبركة، قال لك واحد فهمت يكتب في الوحي ويزيد فيه كما يحب هو ومحمد ما يفطنش. يا أخي قال لك الله ماتوا ودفنوه، وقت دفنوه جاو باش يعاودوا يخرجوه ما لقاوهش، قال لك الأرض بلعته، باش يكون عبرة لكل إنسان يزيد في القرآن، وما نعرفش عليه شنو زاد وشنو ما زادش. هذوما شخصيات معناتها النجم نقولوا أول وحود النجم نقولوا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من الإسلام وعرفوا للإسلام كذبة، هذوما اللي ذكرهم التاريخ، ولكن عددهم أكيد أكثر من هذا العدد. فهمت؟ فما جماعة آخرين فهمت معروفين معناتها من البدو العرب جاوا للمدينة. يا أخي محمد ضيفهم، وقتها ضيفهم على الأكل كلاو يا أخي كرشهم وجعتهم، وقت كرشهم وجعتهم مشاو محمد يعني قالوا له القرن حل، يا أخي هزهم البلاصة اسمها حران وقال لهم اشربوا أبوال وألبان الإبل نتاع الزكاة، وخلاهم غاديك حتى اللي نبراو. وقتها براو يقال انهم قتلوا الراعي وخرجوا له عينيه وسرقوا الابل وهربوا. يا اخي محمد تغشش وارتدوا عن الاسلام، بعثوا وراهم جماعه شدوهم عذبوهم فقعوا لهم عينيهم زادهما فمزعمزعم قصاص وقتلوهم. يعني نجم نقولوا لهذوما اول وحود معناتها تقتلوا
باسم الردة. صحيح عملوا سرقة وعملوا قتل واحد، ولكن كان الهدف الأساسي هما ردتهم عن الإسلام. ثم واحد آخر زاد معروف معناتها من الأوائل، هذا عبد الله بن جحش. هذا كان متزوج بنت أبو سفيان أم حبيب، وكان من أول المهاجرين للحبشة. وهذا الشخص معروف من قبل ما يجي محمد، كان يشك في عبادة الأوثان، وكان يتبع فهمت يحب معناتها يفكر ويقول يعني مستحيل هذه الأوثان هي اللي خلقتنا وكل شيء، وكان نوعا ما يميل للنصرانية وكان عنده شك. وتجاه الإسلام دخل في الإسلام، وكان من أول المهاجرين للحبشة مع مرته أم حبيب اللي من بعد محمد عرس بها. ويقال أن هذا الشخص في الحبشة ارتد عن الإسلام وحسم أمره في المسيحية، حتى فما قصة تقول أنه تكلم مع زوجته قالها راني شكيت وما نعرفش كل شيء، ما توا أنا قررت أن المسيحية هي الحق ودخل في المسيحية. المهم هذا الشخص مات. وقتها مات مرته، يعني خطبها محمد من النجاشي حسب الرواية الإسلامية بالطبع، وجاءت للمدينة فهمت وعرس بها محمد، ولات من أمهات المؤمنين. هذه القصة فمن يقول لك لا ارتد، فمن يقول لك ما ارتدش، المهم خلافات على هذا. يعني نحكي لكم في عهد محمد بيدو. أما معناتها في آخر حياة محمد بدأت الردة كثير، سواء في المدينة أو في فهمت حتى ما قبل فتح مكة، حتى أنها نزلت ياسر آيات حول الردة وعن المنافقين وغيرهم وغيرهم. يعني هذه مسألة أصبحت ظاهرة معروفة وقتها في آخر معناتها حكم محمد. ومن الأشخاص معناتها المعروفين اللي معناتها ظهر في آخر عهد محمد، خاصة معناتها بعد معناتها فتح مكة، معروف اسمه الأسود العنسي. هو معروف هذا من اليمن، وكان محمد بعث أحد الولاة نتاعه غاديكا فهمت لكي يثقف الناس بالإسلام نتاعهم، طردوا فهمت طردوا وارتد على الإسلام. فمن يقول اللي عمره ما أسلم، شيء يهم نحن في القصص. المهم هذا من الشخصيات الكبيرة اللي حارب الفرس وحارب المسلمين، وأخيرا تم قتله فهمت، خاصة بعد لمات محمد وكل شيء. وقعت إن تقريبا كل الجزيرة العربية وكل القبائل العربية خرجت من الإسلام لسبب أو لآخر، أما لأنها لا تريد أن تكون مرتبطة بحكم المدينة، أو إنها رفضت ما يسمى بالزكاة لأن اعتبرتها عبارة على ضريبة غير منطقية أنه يدفعوا زكاة للمدينة، وأن الفلوس هذيك هما حاجتهم بها أكثر من اللي يبعثوها للمدينة. وفما اللي يقول لك لا، الإسلام أكتفي إلا بالعبادات فقط ولا دخل له في السياسة، فما اللي قالوا هكا. وفما اللي ادعوا النبوة قالوا كيما محمد معنتها ولا نبي، حتى احنا نجم نوليو انبياء. والنجم نقولوا لكل القبائل العربية معنتها في الجزيرة العربية ارتدت على الإسلام إلا ثلاثة: منطقة مكة ومنطقة المدينة ومنطقة حرة. ومن هنا جاءت الحرب الشرسة الذي قام بها أبو بكر ضد المرتدين، والتي معنتها كانت أول الحروب الشنيعة فهمت، والتي معنتها ارتكبت فيها كل المجازر. وتعرفوا قصة خالد بن الوليد والنويرة اللي قتلوا قصلوا راسه وحطلوا راسه تحت القدر بشي طيب عليه الماكلة معاه زوز حجرة خوين، وكيفاش معنتها تخلوا بالمرأة بتاعه وهزها معنتها على أساس إنها أمست سبية حرب. إذن هذه معنتها ردة الفعل الإسلام ضد كل من هو يخرج من الإسلام، هذه مسألة واضحة. الإسلام بني على نظام قبلي، ونظام القبلي دائما لا يرحم من يخون القبيلة، لأن الإسلام بنى على نفس قواعد القبيلة. هو بدل مصطلحات ما يسمى القبيلة بمصطلح الإسلام، فلهذا أي ضربة من الداخل تهد الإسلام، نقطة الضعف نتاعو من الداخل مش من برا. وهكذا القبيلة يعني تنجم تحارب العدو، ولكن ما تنجمش تحارب من الداخل، تنجم تحارب كان من البرا، كما البيضة كما العظمة فهمت قوية من البرا ولكن هشة من الداخل. هذه معناتها مسألة واضحة.
إذن هذه حرب الردة اللي وقعت واللي معناتها قتل فيها معناتها الآلاف الآلاف الآلاف، وتم معناتها توحيد الجزيرة العربية وفرض الإسلام بالقوة، فهمت؟ أسلم تسلم، ومن ارتد على الدين يقتلوه أبشع أنواع القتل، وبدأ الإسلام ما يسمى بالانتشار في بقية العالم. ولكن هذا لم يمنع ظهور مرتدين كثيرين. في الحقيقة أي مذهب ديني ظهر في عهد التاريخ الإسلامي هو نوعا ما من نوعا من الردة. وتنشوف احنا عندنا مثلا القرامطة ولا غيرهم من الحركات الانفصالية، هي عبارة على ردة ضد حكم الإسلام الواحد المسيطر، لأن الإسلام لا يريد الاختلاف، الاختلاف لا يكون إلا في الداخل فقط، يعني بينهم على حسب حدود معينة حددها هو. أي واحد يخرج على الخليفة أو يؤمر بشي يستقل بالحكم، فهمت؟ ويكون حكم لا مركزي، الإسلام يحاربه، لأن الإسلام يؤمن بالحكم المركزي، يعني بلاصة واحدة هي تسيطر على كل بلاصة الأخرى، كما فكرة الإله الأوحد. الاختلافات ممنوعة كليا، فلهذا كل مذهب أو كل جهة إسلامية تعتبر البقية كفار ولا تتوانى في قتلهم بأبشع أنواع القتل، بل أكثر من قتل أعداء الإسلام اللي هما على برا. إذن في التاريخ الإسلامي الطويل اللي دام 1400 سنة شفنا كثير من الشخصيات اللي ظهروا واللي ارتدوا على الإسلام، سواء بطريقة مباشرة كما مثلا احنا ما نشوفش نحكيوا على العباد اللي ما نعرفوهمش اللي ذكرهمنا التاريخ، خاطر التاريخ تعرفوا يعطينا كان الأشخاص المعروفين واللي خلاوا الأثر متاعهم في التاريخ سواء بكتب أو بأعمال. منهم مثلا الرواندي، فهمت؟ هذا معروف، هو معناتها نجم نقولوا رب المرتدين، وهو أول المرتدين. والمشكلة أن اللادينيين والمرتدين اليوم لا يعرفون شيئا عن تاريخهم، وعندما نقول تاريخهم ليس التاريخ الإسلامي وإنما تاريخ المرتدين على الإسلام، سواء الذي دخل في المسيحية، سواء الذي دخل في دين آخر، سواء الذي أصبح لا ديني، سواء اللي أصبح ملحد. المهم احنا ديما ننقدوا في الإسلام، ونقد الإسلام جيد وما نشبش نتوقف عليه، ولكن لازمنا نعرف شكون نحن. زاد احنا ضمن هذا العالم الإسلامي نعتبر مرتدين، نعيش في دولة إسلامية، باهي ما نحكيش عليا بالطبع، انا خرجت، اما نتكلم على العباد اللي مازالوا يعيشوا في الدولة الإسلامية، اما حتى في أوروبا وحتى خارج الدولة الإسلامية احنا محسوبين على حسب المسلمين وعلى حسب العرب، يعني وقت يشوفونا ما يقولوش هذا مرتد وهذا مسلم، يحسبونا كلنا كيف كيف. الرواندي كان معروف، فهمت؟ وغيره المعري، فهمت؟ اللي معناتها معروف زادا، وابن سينا، وابو بكر الرازي، فهمت؟ وابن رشد اللي رغم اللي معناتها ما ظهرش معناتها، اما استخدم العقل وابتعد على التخاريف الإسلامية، يعتبره مرتد أي إنسان يرفض حكم الله. لأن الإسلام عندما نرجع للقرآن والسنة نلقاه حط قواعد وقوانين من أبسط الأشياء، من دخول المرحاض إلى الحكم، وكل إنسان يرفض هذه القوانين، صحيح فما قوانين معناتها مستحبة ومعناتها فما أصول الدين وفما أشياء أساسية وكل شيء، ولكن بصفة عامة، بصفة عامة اللي يرفض مثلا معناتها تطبيق الشريعة الإسلامية، الإسلام عنده حدود، عنده حدود واضحة للسارق وللقاتل وللمثلية الجنسية وغيرها وغيرها وغيرها. أي إنسان يرفض هذه الأمور يعتبر مرتد. أنت مسلم بماذا؟ هل الإسلام مجرد صلاة وصيام؟ يريد فما مذاهب إسلامية قالت لي الإسلام مجرد صلاة وصيام فقط، هي عبادة وإيمان ولا دخل له لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الحرب ولا في السلم. لكن هذول الأشخاص على حسب القرآن نفسه يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني المرتدون، يعني كافر
إن لم يحكم بما أنزل الله. أما إن كان يدعي الإسلام ويرفض حكم الله فهو يعتبر مرتد. ومن ولد مسلم، فهمت، ولد مسلم واعتنق الإسلام وتربى على الإسلام وخرج على الإسلام يسمى الردة بالفطرة، ورفض حكم الله يعتبر مرتد. احنا مع الأسف فما ياسر عباد مرتدين وما يعرفوش رواحهم اللي هما مرتدين. يقول لك أنا مسلم ولكن راه الإسلام يعتبرك مرتد لأنك ترفض تحكيم حكم الله. لازمنا نكونوا واضحين في المسألة هذه، لازمنا نكونوا واضحين وباينين. لازمناش ننكروا زادة اللي فما عباد يعرفوا هذا الشيء ويطالبوا بتطبيق حكم الله. احنا راهو كمرتدين على الإسلام أو كلا دينيين، سواء نعيش معناتها في الدول العربية الإسلامية أو خارج الدول العربية الإسلامية، مهمناش في العباد اللي يحب تطبق الإسلام متاعها. احنا نحافظوا على رواحنا وندافع على رواحنا لأن الإسلام يمنعنا باش نكونوا أحرار. لو الإسلام أعطانا الحرية، فهمت، وما تعداش علينا، والتعدي هنا ليس جسدي فقط وإنما بجميع أنواعه، رانا ما عندناش مشكلة. أما هو المشكل، هذا هو المشكل، إن الإسلام يتعدى علينا. أحنا ندافع على رواحنا، ندافع على رواحنا من أجل وجودنا. وعبر كل التاريخ تم تقتيلهم أبشع أنواع القتل، أبشع أنواع القتل، يعني الاتهام بالزندقة، فهمت، والاتهام ابن المقفى. ابن المقفى قتلوه وكلوه لحمه في احد القصص، نسيت ما هو، احد الخلفاء المسلمين، واحد اتهم بالردة في يوم العيد، جاء به وربطه على المنبر بتاعه بعد لو فات الصلاة ومشاو العباد يذبحوا في العرايش بتاعهم، قال انا باش نضحي بهذا المرتد. يعني شوفوا معناتها التعدي. يعني انا اعترف ان الارهاب الفكري والنفسي والجسدي ضد اللادينيين والمرتدين على الإسلام جدا كبير، ولكن هذا لا يمنع، وخاصة في هذا العصر يمكن نفهمه في العصور الأخرى، أن لا معناتها نتنظم وندافع على رواحنا. راهو الكلام، فهمت، ما يكفيش. راهو المسلمين باش وصلوا اللي وصلوا عليه، راهو عطاو شهداء، وشهداء متاعهم يعني مش شهداء، أعطوا مجرمين وعباد تخدم وعباد تعاون والعباد معناتها كل الطرق. صحيح هو طامعين في جنة، ولكن احنا معناتها شنو عملنا؟ شنو عملنا المرتدين واللادينيين على الإسلام؟ شنو عملنا؟ أكثرنا فهمت ساكت، حتى من المثقفين، فهمت، حتى من المثقفين يعني يسكت يعمل روحهم في بالوش، واللي يتكلم مع الأسف لا يجد الدعم، لا يجد أي دعم، فهمت، ولا أي معناتها نقول احنا مش حتى دعم مادي، حتى دعم معنوي. أنا كي نشوف مثلا غير طوى العصر الحديث هذا، كي نشوف مثلا المرتدين على الإسلام في العصر الحديث اللي معناتها ماتوا، منهم الذي قتل ومنهم الذي انتحر ومنهم الذي مات معناتها مهجر معناتها بعيد على وطنه خوفا، فهمت، من القتل، واللي مات عاش حياته كامله مرعوب، غير في القرن هذا يعني اللي يتعدى. نلقاو مثلا عبد الله القصيمي اللي هو احد من علماء السلفيه، كيفاش معناتها ولا ملحد وهرب لبنان، وكيفاش معناتها مات خارج وطنه، وحتى الجثمان نتاعو ما سمحولوش باش يدفنوه في السعوديه. شكون من اللادينيين يعني توا ولينا نعرفوه، ياسر لادينيين ومرتدين ما يعرفوش عبد الله القصيمي اللي هو كتب كتب في الالحاد. علاش ما نقراوش هذا من الكتب؟ علاش ما ننشروش هذا من الكتب؟ المسلمين هاك كل ينشروا في الكتب نتاعهم والعلماء نتاعهم والخماج نتاعهم والجهال نتاعهم، جيت تلقى صفحه واحده العريفي تلقى فيها مليون زوز، فلان تلقى فيها مليون زوز، يهبط حاجة تلقى فيها 100,000 جانب يحبوا هذيك الشيء، يكتب كان بسم الله الرحمن الرحيم.
بينما احنا في الصفحات اللاجئين فما حتى دعم. كتلقى واحد ولا زوز ولا ثلاثه، لا اكثر ولا اقل. عبد الله القصيمي علاش ما نشرلوش الكتب نتاعو؟ علاش ما نشرلوش المقالات نتاعو حتى عن طريق معناتها مقاطع؟ فما شكون يعمل هكا؟ ولكن شويه لازم الكل نشاركوا، حتى كان اللي ما يظهرش روحه وما يحبش يظهر اللي هو لاجيني وغيرهم. يعني انا باش نذكر لكم بعض، رغم اللي معناتها هما اكثر من ذلك، وفما اللي يتولد ويموت وما يعرفوش اللي هو مرتد على الاسلام. هناك اسماعيل ادهم مصري اللي انتحر وفي الوصيه نتاعو قال مفديت من العيشه معاكم مع المسلمين، وطلب باش ما يدفنش في مقابر المسلمين وان يحرق. علاش ما نشروش مقالاته؟ علاش ما نتكلموش عليه؟ علاش ما نعملوش مواقع باش نعرفوا بهذه الاشخاص؟ علاش ما نخدموش؟ علاش قاعدين مربعين يدينا ما نعملوا في حد شيء؟ مانيش نتكلم عليه يتكلم واللي يعمل، نتكلم عليه ما يعملوش. فما محمد طه الذي اعدم في السوداني بتهمه الرده، وقالوا انه اعتبر نفسه الله او اعتبر نفسه رسول. فهمت؟ اعدم. هذا معناتها في السودان. فما حيدر الذي معناتها معروف، الذي كتب فهمت وليمه اعشاب البحر، فهمت؟ هذا نفس الشيء معناتها معروف، ولكن احنا ما نعرفوش ياسر هذوما العباد، فهمت؟ لازمنا ننشروا الوعي نتاعهم والفكر نتاعهم التنويري. كان هما المسلمين ينشروا نهار كل في الجهل والتخلف نتاعهم والارهاب نتاعهم والافكار المحطه، علاش احنا ما ننشروش؟ علاش؟ نسال انا علاش؟ شنو باش تخسر كي تخصص ساعه من وقتك باش تخلص البشريه من هذا الهم وهذا الغم اللي احنا فيه؟ فما ايضا عفيف الاخضر اللي مات العام اللي فات، هو تونسي، فهمت؟ معناتها تونسي هو، واللي كان شيوعي بعد ولا ليبرالي. المهم هذا عفيف الاخضر عنده كتابات رائعه وروعه، فهمت؟ فما مصري، فما سوريين، فما مغاربه، هذو كثيرين يعني. لا يعني العدد نتاعهم انا ذكرت كان بعضهم ذكر، اما العدد نتاعهم كبير جدا. يا سيدي ما نبعدوش احنا بعيد، نبعد نجو توا اللي مازالوا حيين توا، فهمت؟ اللي مازالوا حيين في الوقت الحاضر، فهمت؟ فما سلمان رشدي اللي هو اصله هندي واللي كتب الكتاب الايات الشيطانيه، فهمت؟ اللي عايش في بريطانيا. فما ابن وراق، فهمت؟ الذي كتب يعني كيف تركت الاسلام، ما كتبه بالانجليزيه وترجم لعده لغات. فما تسليمه نسرين اللي هي من بنغلاديش واللي نزلت فيها فتوى واللي هي توا هاربه من بلادها، فهمت؟ واللي عندها كتابات زاده. هناك اسعد ابو خليل من لبنان، معروف جدا، فهمت؟ لو ترجعوا الكتابات نتاعو. فما اسماعيل قادري لبناني زاده، فهمت؟ راهو العدد نتاعهم انا قد ما نذكر قد ما نكتب يعني ونذكر، معناتها العدد نتاعهم بالعشرات بالمئات، فهمت؟ فما نوني درويش من مصر، فما احسان جاني من ايران اللي عايش في اوروبا زاده، فما وفاء سلطان اللي تعرفوها السوريه، فهمت؟ اللي معناتها عملت محاضرات ومقابلات، فهمت؟ هذوما الكل معناتها المعروفين الكبار واللي يخدموا من بعد ما عادش تسمعهم. علاش؟ على خاطر ما فما حتى دعم، ما عندهمش جمهور يتكلموا في الهواء، فهمت؟ راهو الشخص اللي يتكلم يحتاج الى دعم. كان ما فماش دعم يتكلم نهار اثنين عام عامين ومن بعد سيئ ومن بعد يوقف، فهمت؟ علاش؟ على خاطر يلقى الكلام نتاعو ما عنده حتى قيمه. هذا ما عندك تكلمت عليهم. اما اللي ينشطوا مثلا على الشبكات معناتها الفيسبوك واليوتيوب، معناتها زاد كثيرين جدا، فهمت؟ كان الاخرين بالعشرات وبالمئات، هذوما بالالاف. نذكر معناتها بعضهم، فما احد المصريين اسماعيل محمد اللي عمل برنامج اسمه البط الاسود على اليوتيوب وعرف بهذوما الاشخاص، كل مره يجيب واحد ويحكي معاه، وهو عمل جبار جدا يعني، معناتها عجبني للاخر معناتها العمل نتاعو، فهمت؟ هكاك معناتها تنجموا تمشيو مثلا اكتبوا البط الاسود، امشوا شوفوا تعرفوا
على اللادينيين، حتى الناس العاديين، حتى الناس العاديين، فهمت؟ معناها نقول عاديين مش عاديين، عاديين يعني عبادي على الأقل، معناتها تكلموا سواء معناتها بالصورة أو بالاسم وعرفوا برواحهم، فهمت؟ وغيرهم مثلا توا ملحد مصري، ملحد مصري تكلم 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 تكلم، بعد نحاول القناة نتاعو، ومن بعد مع تحبوا يقتلوه وفتوى وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر سكت، فهمت؟ وغيرهم اللي مازال معناتها يتكلم توا، معناتها فما ياسر ما نحبش معناتها نذكر كل الاسامي، فهمت؟ فما حامد عبد الصمد اللي هو روعه، راهو كان ما يتمش دعمه ونشر افكاره، فهمت؟ راهو باش يتوقف حتى هو، فهمت؟ يعني هذه مساله طبيعيه، مساله طبيعيه، فهمت؟ واحنا عندنا في تونس زاده، فهمت، جلال بريك اللي 3 سنين وهو ينبح 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 ينبح، ما خلاش كلمه الا قال، قريب باش ينحي حوايجه ويخرج عليكم عريان، وانتوما ما حبيتوش تفهموا. علاش علاش هكا؟ علاش فينهم اللادينيين وفينهم هذوما اللي يؤمنوا معناتها بال... يا اخي باش نقعدوا هكا؟ احنا باش نقعدوا هكا؟ باش نقعدوا نستناو 1400 سنة أخرى باش نتحرروا من هذا الإجرام؟ علاش ما نحرروش بلدانا ونرتاحوا من الخمج هذا اللي احنا فيه؟ راهو ما نجموش نحرروا بلداننا كان ما نحيوش هالفكر المدمر هذا، ما نجموش، وهذا الشيء لا يكون إلا بالعمل، فمش حاجة تجيب، ليش؟ مستحيل حاجة تجيك في طبق، لازم فما تضحيات، لازم فما وقت، واحد يخسر من وقته، هذوما العباد اللي حكيت عليهم الكل خسروا حياتهم، عطاوا دمهم، عطاوا عمرهم. علاش انا توا قاعد نعمل في فيديو؟ مش راني توا على البحر ولا في قهوه ولا ناكل في ريستوران، ولكن القلب الحي الحي، فهمت، اللي معناتها ما يحبش ولاده يعيشوا اللي عاش هو، ورغم ذاك الشيء يبداو ينبحوا كيف الكلاب، ننبحوا كيف الكلاب، اي ننبحوا كيف الكلاب، رغم اللي الكلاب، فهمت، معناتها وصف مش معناتها سلبي بل وصف ايجابي، لان هذم اللي تسميو فيهم ينبحوا كيف الكلاب، كيف الكلاب، واللي نسمي فيهم انا ينبحوا كيف الكلاب، خايفين على بلدانهم، خايفين على شمال افريقيا، خايفين على مصر، خايفين على السعوديه، خايفين على سوريا، خايفين على العراق. لازم كل واحد يفكر في بلاده. شوف الاسلام، شوف الاسلام، فهمت، قديش عطاء وقديش عطاء وقديش معناتها بكل الطرق، واحنا نتفرجوا معناتها انا ندعمك ومعاك، من بعد تضرب عليه ما تلقاه. يا سيدي ما تدعمنيش، ما تدعمنيش انا يا سيدي، اعمل اللي تشوفه انت صالح طريقة أخرى، توا فما انترنت، فما كل شيء، حتى وتتنزل في الفيسبوك، نحب هذا الشيء، فهمت؟ علاش صفحة، علاش ما عندنا حتى صفحة فيسبوك فيها مليون؟ علاش؟ علاش ما عندناش؟ احنا أقل من مليون في العالم العربي برك، بين قوسين العالم العربي، في العالم الإسلامي احنا ملايين ملايين، فينهم؟ واللي يستعملوا شبكة الانترنت أكثرهم ملحدين، ياسر ملحدين، بل نجم نقولوا نسبة الملحدين واللادينيين اللي يستعملوا شبكة الانترنت نسبة كبيرة، نجم نقولوا 80% منهم، مش ما نقولش معناتها 100%، بينما نسبة اللي يستعمل في الانترنت من المسلمين نسبة 10 ولا 20%، لأنهم جهال، لأنهم ما يقراوش. هذاك علاش راهو كان مانيش باش نخدموا مع بعضنا في أي إطار، إطار سياسي، إطار جمعياتي، إطار خيري، إطار إنترنت، في الحياة اليومية، بأي طريقة يا سيدي، معناتها ما نجيش أنا نقول مثلا لا أيا نعملوا، نجم نقولوا احنا مؤسسة تجمعنا، رغم اللي فما 20,000 مؤسسة نجم تجمعنا، وعلاش لا؟ شبيهم هو مجمعين، مجمعين في 20,000 مليون حركة إسلامية، وعندهم الجامعة الإسلامية متاعهم، واحنا علاش مش متجمعين؟ شكون يدافع علينا احنا؟ شكون؟ هذاك علاش؟ فهمت؟ لازمكم نتكلم على الاشخاص اللي ما يعملوا في حد شيء، فهمت؟ ما نتكلمش على اللي يخدموا،
اللي يخدموا واضحين، فهمت؟ وهذوم اللي يخدموا نطلب منهم باش واحد يكون عنده صبر، لأن تحرير شعوبنا من 1400 من الجهل والتخلف ليس سهل. رانا احنا علينا على العاتق نتاعنا الجيل هذا والجيل اللي بعده معناتها مسؤولية كبيرة جدا، لأن اللي قبلنا خافوا وما عملوا حتى شيء وخلاو ما يسمى معناتها الأشخاص اللي جاوا باش يحرروهم خلاهم يموتوا ويذبحوا قدامهم وما عملوا حتى شيء، بكاوا عليهم. يعني في الحقيقة أنا شوية كنت منفعل في الفيديو هذه، سامحوني، وكانت الفيديو شوية طويلة خاطر ما غزرتش للوقت جملة واحدة، حبيتها معناتها فيديو نفرغ على قلبي ونقول للادينيين، ومش للادينيين فقط بل لكل من معناتها يحسب نفسه مسلم ولا يريد حكم الله، فهمت؟ أن يكونوا في صف اللادينيين، لأنها بهم هما يعني باللادينيين ينجموا يحافظوا أقل شيء على العبادات، أقل شيء كان هما يحبوا يصليوا ويصوموا، لأن في دولة الإلحاد أو في الدولة العلمانية الناس الكل تعيش، بينما في الدولة الإسلامية حتى المسلم الذي يخالف مذهب الدولة لن يعيش. إذا هنا نقول يزينا من معناتها من التردد، يزينا من التردد ونوحد جهودنا. الحرب ضد الإسلام حرب لا يخوضها إلا المرتدين على الإسلام فقط، وليس بعضهم بل كلهم، مع كل المرتدين على الإسلام سواء كان مسيحي ولا أي دين آخر، أي دين آخر مش مهم. لأن يعني المشكلة متاعنا ما هيش مشكلة ضد عقيدة ولا ضد إيمان، أنا شخصيا ما عندي حتى مشكلة مع أي دين لأنها ما يهددنيش في حريتي وفي حياتي، ما يهددنيش أنا وما يهددش أي واحد آخر، ما يهددش الآخر. أما الإسلام هو يهدد الكل الجميع، لهذا حتى المسيحيين وحتى غيرهم، حتى اليهود، حتى البوذيين، حتى الزردشتيين، حتى البهائيين، وكل إنسان لا يريد حكم الله وإن كان يقول إنه مسلم يجب أن يدعم هؤلاء اللي موجودين توا على شبكة الإنترنت أو في الحقيقة. ولهذا أنا معناتها عملت زوز حاجات معناتها أخيرا معناتها نجم نقولوا قريب نكملهم، هي بنك للمعلومات حول هؤلاء كل المرتدين على الإسلام من أول الإسلام إلى الآن، وسوف أضع على الصفحة متاعي على الفيسبوك الموقع سميته ميلمو، يعني معناتها لعب بالكلام يعني ألف كلمة. وهناك موقع متاع نجدة اللادينيين، اللادينيين يجوهم حماية، فما ياسر جمعيات في أوروبا سواء في فرنسا سواء في ألمانيا سواء في بريطانيا سواء في كندا متاع المرتدين على الإسلام أو المسلمين السابقين، ولكن ما فماش شكون يحمي المرتدين على الإسلام اللادينيين. ولهذا قلت لكم أنا في أول عام قاعد نخدم على تكوين هذه الجمعية SOS Religieux، فهمت، لنجلد اللادينيين. كنت في الأول باش نقدها تونسية فقط، ولكن بعد تفكير وبعد ما شفت الأمور القانونية وكل شيء شفت اللي نعملها لكل المرتدين على الإسلام، يعني لا غوليجيو، خطر معناتها ما عندهم حتى حد يدعمهم باش يتكلم عليهم باش يتكلم على مشاكلهم، راهو يتولدوا ويموتوا ويقتلوهم ويسمع بهم حد. لهذا هدايا الموقع معناتها خدمت عليه معناتها عندي مدة، وتوا هكا وضعت نتاع الفورمولير نتاع الانتماء يعني لكي تصبح عضو في هذا هذه الجمعية، ويمكن ان تدخلوا تو نحطنا العنوان نتاع الموقع وفين تنجموا تعمروا به تو بالفرنسية، انا باش نحاول بعد نعمله بالانجليزية وبالعربية، يعني حتى الجماعة اللي موجودين في الشرق الاوسط حتى كان ما فهموش ينجموا معناتها قريبا نحط بالنسبة للعربية
لكي نجموا حتى هما يعمروا بالعربية وبالإنجليزية. ويجب أن تدعموا وتتوحدوا، ولازمكم تعلموا شنو قاعد يوقع. راهي هذه معناتها الفكرة متاع نجدة اللادينيين، هي فكرة فهمت جدا مهمة، لأنها معناتها سوف تعطي قوة للاديين باش يخدموا وباش يعرفوا اللي هما ماهمش وحدهم. ولازم العالم اجمع حتى مش المرتدين لازم يدعمنا، وهذا ماهوش مزية، واجب. اذا يزيوم الكلام، نحن الاسلام باش نواصلوا فيه وكل شيء نواصلوا فيه، ونتكلم ونحب دول متاعنا تولي دول علمانية، دول علمانية بعيدة على كل ما هو ديني، وتصبح حرية في بلدنا. علاش نمشيو يقطعوا في البحر كل مرة نشوف فيديوها ومياها وخمسين شباب 20 سنة فهمت 25 سنة يموتوا غرق فهمت هاربين لأوروبا. علاش ما نجيبوش أوروبا لبلداننا؟ علاش بلداننا ما توليش أوروبا ونبقاو في بلداننا ونرجع أنا لبلادي؟ علاش وكل واحد يرجع لبلاده ونبنيه بلادنا مع بعضنا على أسس قومية وطنية تقوم على الأرض، ونقطعوا الحبل اللي يربطنا بالشرق وناخذوا استقلاليتنا كبشر، توانسة وتزيرية تزيرية والمغاربة والليبية والمصريين مصريين والسعوديين. سامحوني المهم طولت ياسر هذه الفيديو، تنجموا تسمعوها على مرتين فهمت. سامحوني عندي قداش ما عملتش فيديوهات. المهم مع فيديو قادم، وارجو انها تكون الرسالة وصلت للجميع باش يشارك ولو حتى بخمسة دقائق في النهار، مش باش ياخذ من وقته ياسر، خمسة دقائق يحسب روحه هذيك يخصصها لمستقبل بلاده، مستقبل ولاده، باش نحرروا شعوبنا من الجهل والتخلف اللي يحكم فيه عنده 1400 سنة. وشكرا، ومع فيديو قادم وبالسلامة.